انا سامع انك مبدعه. الصراحه الرجاله اللي بتيجي هنا رجاله عجيبه قوي. واحد قال لي انا عاوزك كده تعملي لي زي هند رستم في الافلام. واحد تاني قال لي ابصر ممثله كده اجنبيه بشعر اصفر اعملي زيها برضه. وواحد بقى قال لي انا عايزك تلبسي لبس ممرضه معرفش ليه. واحد كمان قال لي عايزك تلبسي لبس شغاله. اه انا شفتك. شفتني ازاي يعني؟ قريه توحى. امال انا هنا بعمل ايه؟ مش لازم اخلي بالي منكم؟ ابص عليكم كده اشوف يمكن الزبون مضايقك ولا حاجه. بس انا يعني ما حسيتش ان الباب بيتفتح عليا ولا حاجه. وانا لازم ادخل من الباب عشان اشوفك؟ امال يعني دخلت منين؟ لا ده سر المهنه بقى. بس عايزه صراحه انا النهارده ما قدرتش ابص غير عليك انت بس. ايه هو ده؟ هو انت هتحبني ولا ايه؟ حب؟ احنا زينا ما اعرفش احب. بس انت فيكي حاجه تشد. يوم حق الزباين اتجننوا عليكي، ده حتى ولا واحد عمل مشكله في الحساب، كله بيحاسب يروح مبسوط. على كده بقى هتدوني على واد زي بتوع الحكومه. لو في ايدي ما تاخرش عنه. هلا قولي لي انت بتعملي ايه بعد ما بتروحي من هنا؟ ولا حاجه، بروح برتاح في البيت. يعني ما نفسكيش كده نخرج سوا نروح سيما نتمشى على الكورنيش ناكل كوز ذره؟ هي عامله سيرش طلبت منك تسرحني في الشارع تلموا رجاله زياده ولا ايه؟ لو النعمه الكلام ده كله من دماغك. خلاص هشوف يعني لو لقيت عندي وقت فاضي. ماشي.